أمس وفاء وشكر وجميل كبير طبعا دايما بيكون حاضر معانا على الرغم من رحيله. يمكن احنا بنتكلم دلوقتي في ده خامس شهر طبعا النائب العمري فاروق مش موجود فيه معانا. الحقيقه اكيد لفته رائعه جدا خاصه ان هو كان بيبقى حاضر في كل هذه الاوقات وكان حاضر العام الماضي. ويمكن دايما مش بننسى اي حد كان ليه فضل طبعا بعد ربنا وبعد المجهود الكبير من الجهاز الفني النادي الأهلي. طبعا لمسة وفاء تحترم من ملكات السلة ومن الجهاز الفني والإداري أكيد. يعني في احنا دايما دايما بنكون موجودين في مؤسسة النادي الأهلي، ده اللي احنا متعودين عليه من مؤسسة النادي الأهلي، الحاضر الغائب أو الغائب الحاضر دايما بيكونوا موجودين معانا، عائلة الأهلي الكبيرة. ودايما هم كانوا معتبرين ان اكيد سيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان الحقيقه اب ليهم وكان موجود دايما في ظهرهم بشكل مستمر ودايما كان بيديلهم يعني الحقيقه جمل تشجيعيه وكان بيبقى موجود معاهم. ورغم رحيله عمره ما هيتنسي وده اللي احنا شايفينه معانا مش بس النهارده على فكره، مش بس في نهائي الكاس سيدات سله الاهلي، احنا شفناه معانا حاضر على الرغم من رحيله في عدد كبير من المباريات والماتشات والبطولات خلال الفترة الماضية.